السلام عليكم حبيباتي في قناتي وقناتكم بالصحراء دي زاد. وصفة جديدة، يعني وصفة ثانية لنهار اليوم، راح تكون عبارة عن كيكة بزوج حبات بيض فقط وبصوص منها فيها، يعني راح نخرجوا صوص اللي نسقوا به هذه الكيكة، صدقوني مدهشة جدا. أكيد إذا جربتي هاد الكيكة راح تدعي لي من أعماق قلبك، لأنه راح تستمتعي بالمذاق نتاعها الرهيب. فنقول لك حبيبتي وغاليتي، إلى كي أول مرة تشوفي قناتي، ما عليك إلا تدعميني بالاشتراك وتضغطي على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد فيديوهاتي. مرحبا بمشتركاتي الجدد، كذلك نرحب بمشتركاتي القدم اللي بهم ساهموا في تطور القناة. بارطاجيو الفيديو اذا عجبكم، ما تنساوش اللايك. اللايك اللايك هو اللي يخلي القناه تتصدر مراتب الاولى في اليوتيوب. ويلا نشوفوا باقي التفاصيل على هذا الكيكه. السلام عليكم ومرحبا بكم غزالتي في فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم راح نخدموا مع بعضنا كيكه زوج بيضات بمقادير جد سهله بسيطه، بلا باتور بلا ميكسور بلا والو، فقط بهذه الملعقه راح نخدموا كيكة زوج بيضات. بالنسبة للمول اللي راح نوضع فيه هذا الخليط، راح يكون القياس نتاعو 30 على 20، يعني مستطيل الشكل. راح تشوفي معايا المول، راني درت له دهنته بالزيت، رشيت عليه شوية فارينة، شعلت الفرن نتاعي قبل ما نبدا في اعداد هذه الوصفة. ويلا نمشيو يعني نشوفوا تحضير هذه الكيكة. قبل ما نبداو يلا نصلوا على حبيبنا وشفيعنا يوم القيامة محمد عليه أفضل الصلوات. هنا راح نحضر ونقول المقادير في نفس الوقت. عندي زوج بيضات كبار، إذا عندك يعني الحجم الصغير فديري 3 بيضات. راح نزيدوا الآن البيضة الثانية، هذه هي. شوفوا البيض، اذا كان عندكم الحجم الكبير ديروا زوج بيضات، اذا كان متوفر عندكم غير ذاك الحجم الصغير ديروا 3 بيضات باش يعوضوا لكم على زوج بيضات. بالنسبه للكاس اللي راح نعبروا به الزيت والحليب والفارينه، راح يكون هذا هو الكاس نتاع العصير. هنا واش راح ندير، نحط كاس سكر، يرجع على حسب الذوق. حمر ياسر نديرو هنا، راح ندير كاس معمر بهذا الشكل زيت، ندير ملعقة كبيرة من فاني، ما نساو قرصة الملح بهذا الشكل. اش راح ندير، نضرب كل شيء مع بعضه البعض. تقعدي تقومي بهذه العملية حتى لأربع دقائق وانتي تدربي مليح حتى تشوفي الخليط بدا يطلع معك. بالنسبة للإضافات الأخرى، راح نضيف كاس مملوء من الحليب، يعني بنفس الكاس اللي كيلت به السكر نكيل به الحليب ونبدأ نخلط بهذه الطريقة. نتأكد أنه السكر حبيبات ذاب معنا. بعدين في هذه المرحلة بالذات تحتاج أنك تضربي مليح، تضربي الخليط نتاعك مليح. قاعدين كما قلت هكاك واحد 3 دقائق ولا 4. راح نضيف الان 3 ملاعق من الكاكاو البني الحلو، يعني ماشي الكاكاو المر. هذاك الكاكاو المر يطلق لنا واحد الريحه في الكيكه وكانها محروقه وما يعطيناش بنه زينه، فمن الافضل انك تخدمي بالكاكاو هذا البني الفاتح. بنته روعه روعه كذوق
الشوكولا يعني حاجه مليحه، وكأنك درتي فيه في الخليط شيكولا ذات نوعيه جيده. فلهذا تبداي تخلطي باستمرار. هنا رانا قريب نكمل وما بقى لينا والو. قلنا 3 ملاعق معمرين من الكاكاو الحلو ولا الكاكاو البني. نبدا نخلط مليح، ندخل الكاكاو في الخليط جيدا. هي الخطوه اللي تخلي الكيكه تاعك تجي كروه. نهز على حسب، شوف ملعقه ونصف من هذا الخليط، يعني ملعقه معمره، ونزيد النصف تاعها ونحطه هنايا ونحطه بجيه، يعني راح نغطيه ونخليه بجيه باش نجي هنا نكمل الوصفه تاعي. واش راح نضيف؟ عندي الكاس الاول من الفرينه، نضيف له خميره الكيميائيه. هذا الكاس الاول نحط فيه باكي خماره. هذا هو الكاس، كما قلت كاس فارينة مغربل، نضيف عليه كيس خميرة كيميائية، نضيفه بهذا الشكل، نخلط. ندخل الفارينة في الخليط مليح، بعدين راح نضيف الكاس الثاني فيه كذلك كيس خميرة كيميائية ويكون مغربل. كما قلت هنا نضيف كاس مملوء من الفارينة، وهذاك الكاس نضيف عليه كيس خميرة كيميائية بوزن 10 غرامات. ونبدأ نخلط في الخليط، نمزج المكونات مليح مع بعضها البعض. في البداية قلت أنه الفور يعني راه يسخن، من أقصى النار نخليه يسخن. هنا كملت باقي الكمية ونخلط، يعني الفرينة اللي خدمت بها هي سفينة دات لي زوج كيسان معمرين ممسوحين وزوج خميرة كيميائية. شوفوا الخليط كيفاش يكون معنا، يكون بهذا القوام، ما يكونش ثقيل وما يكونش خفيف. بالعاني هاد المقطع ما بغيتش نحي منه، سرعته فقط شوية باش تشوفوا كيفاش يكون معنا الخليط وكيفاش نتحصلوا عليه. ندخل مليح، نمزج مليح المكونات مع بعضها، شوفوا القوام بهذا الشكل، صدقوني انها كيكه تستحق انك تجربيها. هنا راح نجيب المول تاعي اللي يدخل للفرن. راني دهنته بشويه زيت، رشيته بالفرينه، كما قلت القياس نتاعو 30 على 20. نفرغ الخليط وندخله للفرن يكون ساخن. وبالنسبه لهذا الخليط اللي الحينه كاس من الخليط قبل ما ندير ليه الفرينه والخميره الكيميائيه، واش راح ندير؟ نحطه فوق النار حتى يتغلى معنا، ولا يغلي عفوا، حتى يغلي، ثم كنطفي النار ونخليه يبرد بجيه. المهم قاعد يحركي فيه، غير تشوف فيه بدا يغلي طفي النار كما قلت وخليه بجيه يبرد. المهم انايا راح نساويه، نساوي هاد لاصوص ونرجعو كيف كيف.
هنا طابت معنا الكيكه بعد ما درت لها التست، يعني دخلي عفوا موس ولا كيردون، الا خرج لي كناشف تما راهي طابت الكيكه معاك، وانا درت معايا 20 دقيقه فقط. هذه هي الكيكه بعد ما طابت. واش راح ندير؟ راح نجيب عود ولا اي حاجه نتقب بها السطح نتاع هذه الكيكه. شوفوا باش راني نتقب. المهم اللي متوفر عندك تقبي به الكيكه هذيك، باش يعني كي نسقوها بلاصوص هذاك تتشربوا كامل. هذه هي نسقيها بهذا لاصوص، هذه هي لاصوص اللي منها فيها. صدقوني اني درتها مره في البيت فولاو يطلبوها مني كل عشيه سواء اولادي ولا زوجي، فيبغوا هاد الكيكه تجي في المذاق رائعه. وهذا هو شكل النهائي. الى عندك تزيين واحد اخر ديريه للكيكه. الى هنا حبيباتي نكون كملت معكم فيديو لنهار اليوم، انتظروني في فيديو قادم ان شاء الله. دمتم اوفياء ومع السلامه.